السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. استكمالا للاتنين فيديو اللي فاتوا اللي احنا شرحنا فيهم ازاي نعمل داونلود لنسخة ويندوز من موقع مايكروسوفت، لنسخة ويندوز 10 من موقع مايكروسوفت، والفيديو التاني اللي اتكلمنا فيه ازاي نحرق نسخة الويندوز ديت على فلاش. في الفيديو التالت النهاردة هنتعلم ازاي بقى نسطب نسخة الويندوز ديت على الجهاز بتاعنا، سواء جهاز كمبيوتر او لابتوب. اول حاجة طبعا هنوصل الفلاشة بتاعتنا في الجهاز، و من شاشة البيوس بتاعت الجهاز هنحدد ان الفيرست بوت يكون اليو اس بي. طبعا زي ما قلت قبل كده في شرح ويندوز 7 ان كل جهاز البيوس بتاعه مختلف عن الجهاز التاني، فعشان نحل المشكلة ديت لو حد مش عارف ازاي يعمل بوت، ازاي يعمل فيرست بوت لليو اس بي من الجهاز بتاعه، يتواصل معايا ويقول لي موديل الجهاز بتاعه ايه، وانا ان شاء الله هعرفه ازاي يوصل للنقطة دي. فبعد ما نوصل الفلاشة في الجهاز ونعمل الفيرست بوت اليو اس بي، بنعمل ريستارت للجهاز ونسيبه يقوم. من الشاشة ديت بنسيبها على الإعدادات الأساسية بتاعتها ونقول نيكست، بعد كده ندوس على زرار انستول ناو، هنقول له I don't have protect key. هنا جايب لك نسخ الويندوز المتاحة في النسخة دي، فأنا عن نفسي بحب اللي هي 10 برو، وهقول next، هقول I accept، مش حد أصلا عنده وقت يقرا، next. الخطوة ديت انا شرحتها في ويندوز 7 بالتفصيل، الفرق ما بين الخيارين تقدر ترجع لها لو حابب. انا هختار كاستم، وبرضو الخطوة دي شرحتها بالتفصيل في ويندوز 7، انصحكم برضو تراجعوها لانها مهمة جدا، بيترتب عليها حاجات مهمة جدا. فعشان ضيق الوقت بس وما اطولش عليكم مش هشرحها هنا. اللي هشرحه بس ان انت بتعمل يعني لو انت عايز تنزل الويندوز على بارتيشن واحد، او عايز تقسم الهارد بتاعك لكذا بارتيشن، وانا من وجهة نظري بحبذ ان انت تقسمه 2 بارتيشن بس، سي ودي، السي يكون عليه الويندوز والدي يكون عليه الداتا بتاعتك. فعشان هو كده كده ده هارد تيست 25 جيجا بس، فانا هعمله البارتيشن كله سي. هنا بتحدد له الحجم اللي انت عايزه، فزي ما شرحت برضو في ويندوز 7، هنا الجيجا بتبقى بالألف، 1024، احنا عارفين ان الجيجا 1024 ميجا بايت. فانت لو عايز تقسم مثلا السي بتاعتك 100 جيجا، بتكتبها له على الأقل 100,000 ميجا بايت، بيديك تقريبا 97 جيجا. انت لو عايزها بقى بالظبط تبقى 100، اضرب ال100 في 1024 واكتبها ايه، اكتب المساحة زي ما انت عايز. فانا هقول له هنا ابلاي، هخليها ال25 جيجا كلها، 25,000، اقول له اوكي. كده بقى عندي البارتيشن جاهز ان انا انزل عليه الويندوز، هقول نيكست. هنسيبه براحته يعمل انستول للويندوز لحد ما يخلص.
الخطوة ديت ممكن تكون في بعض الأجهزة، خاصة الأجهزة الضعيفة شوية اللي رامتها أقل من 4 جيجا والبروسيسور بتاعها ضعيف، هتكون طويلة شوية. فما تقلقش خالص، سيبها، ما تفتكرش إن الجهاز مهنج، سيبه لحد ما يخلص براحته يعني. من هنا بتختار الدولة اللي انت عايز تحددها للمركز، هتلاقي فيها كل الدول تقريبا. هتلاقي فيها ايجيبت، لكن انا هسيبها على الديفولت بتاعتها واقول يس. ومن هنا هتختار لغة الكيبورد، هسيبها برضو على الوضع الديفولت بتاعها. وعشان أضيف اللغة العربية للكيبورد أو أي لغة تانية، هختار Add Layout واختار اللغة اللي انت عايزها، Arabic Egypt، هقول Next. وهنا عايز اللوحة 101 ولا 102، هختار 102 و Add Layout. من الـ Option Network هو بيعمل تشيك على الشبكة بتاعتك، لو طبعا لو انت بتسطب على لابتوب طبعا هو بيخلي الواي فاي يشوف الشبكات المتاحة، بس انا عشان شغال على جهاز بي سي فهو للأسف مش هيكشف الشبكات الموجودة. طيب هو هنا بيخيرني انت عايز الجهاز ده بيرسونال ولا لمؤسسة، انا هقول له ان الجهاز ده بيرسونال، اقول نكست. هنا بيطلب منك ان انت تضيف عنوان الإيميل بتاعك في شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت ليها 3 عناوين إيميلات اللي هو هوت ميل وويندوز لايف وأوتلوك، فأنت لو كنت عامل أي حساب عليهم تقدر تضيفه هنا، هتكتبه عادي وتدوس نيكست. لكن بما إني مش عامل حساب هقوله أنا عايز أوفلاين أكاونت. طبعا هو الافضل ان انت تضيف الايميل بتاعك عشان يعمل اكاونت عن طريق الايميل. هنا بيقول لك المزايا اللي انت ممكن تستفاد منها لو عملت لو انت ضفت الايميل بتاعك. فطبعا احنا مش متاح دلوقتي ان احنا نحط الايميل، فهنقول له limit experience. بيطلب منك تكتب له اسم اليوزر اللي انت عايز تشتغل بيه، تكتب له اي اسم. ودوس نيكست. هنا هو مصمم ان هو يخليك تدخل الايميل بتاعك عشان تعمل اكاونت. دوس نيكست. هيطلب منك باسورد، اكتب الباسورد اللي انت عايزها. نيكست وكررها تاني نيكست. في ويندوز 10 بيعمل لك 3 أسئلة أمنية في حالة إن أنت نسيت الباسورد بتاعتك، عشان يسألهم لك وتجاوب عليهم الإجابة اللي أنت كتبتها هنا، وتقدر تفتح الجهاز بعد كده. فطبعا في عجالة كده هنختار أي حاجة، أنا هختار أول واحدة من كل واحدة وهكتب إني. تقدر تكتب اللي انت عايزه، اختار الأسئلة يعني افتح الأسئلة واقراها بتمعن،
وجاوب على السؤال اللي انت هتختاره كويس وخليك فاكره، علشان في حالة ان انت لو نسيت الباسورد تقدر تجاوب على السؤال الأمني وتفتح الجهاز بتاعك تاني. اختار اول واحدة برضو، هقول اني اختار اول واحدة برضو وهقول اني نكست. دي الصلاحيات المفتوحة في جهاز أو في الويندوز بتاعك. عايز تقفل اللي انت عايزه اقراها بتمعهم برضو، واقفل اللي انت عايزه وخلي اللي انت عايزه مفتوح. عن نفسي بسيبهم كلهم مفتوحين واقول اكسبت. كله ماشي. سنجل انفستور والرئيس ليت كورتانا هيلب يو، كورتانا دوت المساعد بتاع الويندوز. اقول له ايوه عايزها موجودة. الرسالة الترحيبية بتاعت الويندوز وبكده نكون نجحنا في تسطيب ويندوز 10. هندخل الباسورد اللي احنا عملناها أثناء التسطيب، ومبروك علينا نجحنا في عملية التسطيب. طبعا نسخة الويندوز هي كاملة وكل حاجة بس مش متأكتفة. نظهر أيقونات سطح المكتب. سيمز ديسكتوب سيتنج، ونحدد اللي احنا عايزين نظهره. هنلاحظ إن نسخة الويندوز مش متأكتفة، is not activated. طبعا أنا مش هقدر أعرض في الفيديو طريقة تفعيل نسخة الويندوز لأنها مش طريقة شرعية، فهكتفي بس ان انا هسيبها. لكن لو اي حد حابب يعرف الطريقة ممكن يتواصل معايا، وان شاء الله هعرفه ازاي يأكتفها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.